هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا أهمية مناقشة برنامج الحكومة من أجل الوصول إلى برنامج موحد يخدم المواطن. اتكلمنا على انقطاع الكهرباء وعد انه خلال الفترة القادمة القريب العاجل يعني ان شاء الله خلال 3 شهور القادمين بإذن الله ان شاء الله الموضوع هيتحل يعني. واتكلمنا على الفاقد الموجود في الكهرباء واللي موجود في الخطة او في البرنامج اللي اداه لنا السيد رئيس الوزراء حوالي 20%، وان حاطين خطة انه ينزل 12% في 2030. اتكلمنا على مديونيات، طبعا الفاقد ده يمثل يعني اهدار المال العام بالتاكيد، سرقات الموجودة. انا شكرت الوزير على الحمله الاعلاميه اللي بيعملها دلوقتي للابلاغ عن سرقات الكهرباء. خليني اقول لك النهارده احنا اتناقشنا مع الساده الوزراء المعنيين، سواء كان السيد وزير الكهرباء او السيد وزير البترول او السيده وزيره البيئه. خلينا نتفق على انه هناك سنه حميده تم اتخاذها في مناقشه بيان الحكومه بشكل جديد مختلف تماما عن سابقه. خلينا اقول لك ان الخمس ايام اللي فاتوا كل وزير منهم جه جلسه الحقيقه وادلى بيان انا بعتبره انه بيان هام وسنه حميده لم تحدث من قبل. هي انه الحقائب اللي كانت موجوده النهارده وكان على ابرزها كمان ملف الطاقه وازمه الكهرباء والتعاون ما بين وزاره الكهرباء والبترول اللي احنا كنا يمكن مفتقدينه الفتره اللي فاتت، ويمكن المواطن عانى بشكل كبير من هذا يعني التخبط وقطاع الكهرباء. ده كانت ابرز النقاشات بتاعتنا، ان يبقى في خطط مستقبليه للاستهلاك الحائد عن الزائد عن الحد بالتعاون والتنسيق مع وزاره البيئه والمختصه كمان بملف التغيرات المناخيه. التعاون ما بين الثلاث وزارات هام جدا عشان ما يبقاش في عندنا أزمة في الطاقة ولا في الكهرباء والمواطن ما يتأزمش بهذا الشكل. الحقيقة النهاردة جلسة يمكن على قد ما هي تقنية وفنية، يعني فنيتها أكتر من إن هي تكون شعبوية، ولكن أيضا هي تمس المواطن، لأن الطاقة تمس الكهرباء والأزمة بتاعت الكهرباء اللي احنا كلنا لمسينها. تم طرح كل الآراء سواء مشاكل أو تحديات بدون خطوط حمراء. المعارضة والموالاة كانوا بيتكلموا بصوت واحد اللي هو مصلحة المواطن. الوزراء كمان كانوا متقبلين سواء الانتقادات أو التوصيات أو التعليقات على برنامج الحكومة، لأن احنا هدفنا يطلع جلس يعني برنامج موحد يخدم المواطن.